الحمد لله اليوم هذا البكاء تاعها ما راهش راح يروح كما قال لك الاخ امين، مازال ان شاء الله لوبجيكتيف تاع الميداليه الذهبيه، وكما تعمل راهي يعني شعور تاعها تتصور انت كيفاش البارح نامت. انا كي نشوف هكذا حبيت نعرف كيفاش نامت البارح هذه الطفله هذه الصبيه هذه، يعني انا بالنسبه لي مازالها صغيره. والحمد لله وان شاء الله تفرحنا بميداليه ذهبيه. نعم ورادي، واضح بانه كانت تحمل على كاهليها ضغوطا عظيمه، انفجرت بعد نهايه المنازله. ايمان خليف معروفه بقوتها ومعروفه بصلابتها، ومع ذلك انفجرت بالبكاء، احست بظلم شديد، يعني كل العالم يتنمر عليك، هذا لا يتحمله احد. حقيقة ماشي حاجة سهلة، انت الناس كامل طايحين عليها كاع مسكينة هكذا، وهي ديجا امرأة وحنا نعرفوا بلي المرأة ضعيفة في احنا واحد راجل ويقدر يحمي يتأثر ويحمل كاع. انا شخصيا دوكا كان يشوف فيها هكذا الحمي راه يتشوك، شو ما بالك هي مسكينة دوكا ديجا تشوفها تهضر وتبكي. ماشي سهلة، كانت باش تلاكم مع تروح تلاكم وزيد تلاكم مع الناس كاع وزيد الريزو سوسيو كونطرها كاع، ماشي حاجه سهله. راهي ضد العالم والله، هذه هي الكلمه، مثل ما لاكمتش لوكا هاموري، ماهيش تلاكم المنافسين، راهي ايمان خليف ضد العالم. الحمد لله ضد العالم كله، الا القله القليله من الشرفاء في كل انحاء العالم، حتى شفنا من الولايات المتحده الامريكيه، من ايرلندا، شفنا ابطال سابقين اللي ساندوا ايمان كانوا حقانيين. لذلك قلت لك يا معركتها ابدا لم تكن ضد الملاكمات الايطاليه ولا أمين. المجريه ولا غيرهن من الملاكمات، معركتها الان ضد العالم وانتصار وانتصار ايمان خليف على العالم. اليوم رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه سيد توماس باخ تدخل في قضيه ايمان خليف وقال لهم اتحداكم ان تعطوني اي دليل على الكلام الذي تروجون له، يعني يكذبون جهارا نهارا، يكذبون في السر والعلن. انت شوف هذا السوء وهذا هذا الحقد وهذا الغل، لو كان عندهم ادنى دليل كرام حطوه. اعطيني وسيله يا اخي، ادعوا بلي هما وسائل اعلام عالميه وموثوقه، اعطيني وسيله اعلاميه عالميه واحده فقط هضرت على ايمان خليف وجاب الدليل، كشف طبي ولا كشف تاع الاختبارات الطبيه اللي اجتازتهم ايمان ولا اجتازتهم قبل الالعاب الاولمبيه، ولا شيء ولا شيء، مجرد كلام تعسفي، مجرد هجوم نابع عن حقد عن غل لانها جزائريه. وقلت لك دائما واحمد، هو موقف الجزائر ايضا من القضيه الفلسطينيه وانسحاب ادريس مسعود ايضا من مواجهه رياضي من الكيان الصهيوني، هذا ايضا عنده توابع، ما تشوفش باللي راح تمر مرور الكرام، عنده توابع. امين والله. انا شفت المنازلة، ربي يصفدك، شفت المنازلة من بعد نتبع فيها ونشوف شغل كيف وش حاجة اللي اثيرتهم انه يقولوا بلي هذه منازلة نورمال عادي جدا. خسرت 9 مرات مع نساء عادي، علاش كي كانت تخسر واحد ما هضر عليها؟ اليوم كي تربح وراهي مرشحة بقوة باش تدي ميدالية، الان الحمد لله تمكننا من تحقيق ميدالية، ضمان ميدالية، احنا نتمناو ان شاء الله الذهب. الان لما شافوها انها مرشحه بقوه اكيد راح يستهدفوها. انا تكلمت عندي 4 شهور مع المدرب كنزي اللي راه يشوف فينا، نوجه له تحيه، راهو في فرنسا معهم. والله 4 شهور قلت له شوف اخ كنزي، رايحين ايمان رايحين يعملوا فيها، يديروا لها بزاف المشاكل، لوبي الكيان الصهيوني في الرياضه دخل بقوه، تغلغل. وكلمته وقلت له والله راحين يديروا لكم مشاكل، هذه قبل ب4 شهور. نعم قلت له راحين يديروا لكم مشاكل، واليوم داروا لها مشاكل. كاين تكلمنا البارح بالامس، سامحني قاطعتك، اسمح، بالامس تكلمنا، كاين ملاكمه تايوانيه راهي تشارك في الالعاب الاولمبيه، كانت مع ايمان خليف ايضا في بطوله العالم 2023، واقصيت ايضا بنفس الطريقه التي اقصيت بها ايمان خليف، راهي تشارك بطريقه عاديه ولا احد تحدث عنها، تحدث عنها اي احد، ولا وسيله اعلاميه ولا بلد ولا اي شخص تحدث عن هذه التايوانيه، وكل الانظار ركزت على ايمان خليف،
والفاهم يفهم. لما تقول انهم لما تربط هذه القضيه بالسياسه كاين بزاف ناس يقول لك واش دخل السياسه في الرياضه، راك غافل راك قد كمل القد ان شاء الله ما تفهم. من هي الاطراف التي تعتقد انها تقف وراء هذه الحمله العنصريه والهمجيه ضد؟ شوف اولا الالعاب الاولمبيه راهي تقام على الاراضي الفرنسيه، لا حاجه لنا لشرح العلاقات السياسيه بين والتاريخيه بين الجزائر وفرنسا، وخصوصا مؤخرا الجميع يعلم أنه العلاقات توترت والعلاقات ساءت كثيرا، لذلك هناك الكثيرون في فرنسا لا يريدون أن يرفرف العالم الجزائري هناك، ولكن الحمد لله سيرفرف العالم الجزائري. ثانيا اللوبي الصهيوني، محمد قلت لك انسحاب دريس مسعود، هل تعتقد أن اللوبي الصهيوني سيجعله يمر مرور الكرام؟ أبدا أبدا محمد، أبدا أبدا، لأنهم يعلمون أن هذا دائما انتصار جزائري للقضية الفلسطينية. لذلك أتوقع أنه ستحدث مشاكل. شافوا 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 كاين إيمان خليف القاوس ما منين يركبوا، يركبوا على الموجة وتبعوهم، تعرف العالم الغربي كيفاش فجأة توحدوا في, في, في ساعة واحدة توحد العالم كله. نعم. علاش؟ ضد إيمان خليفة فقط، بينما لكن يقتل الناس يوميا. للأمانة توماس باخ رئيس اللجنة الدولية لا كان رده مفحم وصارم وواضح، تحدث أيضا عن الملاكمة التايوانية. دعني أستنسخ ما قاله اليوم توماس باخ خلال مؤتمره الصحفي، قال دعوني أكون أكثر وضوحا، نحن نتحدث عن ملاكمتين ولدتا إناثا وعرفتا قانونا واجتماعيا كإناث ونافست لسنوات عديدة كإناث، هذا هو التعريف الواضح للأنثى، وليس هناك أدنى شك أنهن إناث. ما نشاهده حاليا هو أن البعض يريد تقديم تعريف آخر للأنثى، أدعو هؤلاء إلى تقديم تعريفهم الخاص والجديد للأنثى، ويقدموا لنا شرحا كيف يمكن لشخص ولد ونشأ ومارس الرياضة كامرأة أن يكون من جنس آخر. يعني تتعجب لهذه الأقاويل. وقال أمين، قال أمين إذا كانت لديهم أدلة فليتفضلوا ويقدموها وسنناقشهم في الموضوع، ولكن لا تقحمونا في معارك سياسية أو تنشروا خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآن هذه حملة التنمر الكبيرة التي تعرضت إليها إيمان خليف والضرر النفسي الجسيم، من سيعوضه عنها؟ يجب على اللجنة الأولمبية الجزائرية أن ترفع دعاوي قضائية خاصة ضد الشخصيات الكبرى التي دخلت على الخط وتنمر مرت على إيمان خليف. شوف العالم الغربي رغم تهجمي على إيمان خليف إلا أن العدالة تطبق. لو كانت تكون هنايا وقفة هبة تاع محامين جزائريين في أعلى مستوى، صدقني صدقني محمد ماشي شرط جزائريين، عاملين يقدروا يكونوا من مختلف الجنسيه، لازم يكونوا جزائريين هما اللي يقودوا هذه القضيه، يكونوا بينهم جزائريين محمد. ولكن أسمع. انت في 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 المحاكم الدوليه بحاجه ايضا الى خبرات اجنبيه. شوف كيما كيما ايلون ماسك محمد كما تضربش من عنده ملايين دولارات تعويضات، خرج فاميلتها تخرج تيارت كاع من الغرقه، انا ما نسماش بصح بشرط يكونوا عندها محامين اكفاء ليقودوا القضيه. نعم. باسكو القانون الدولي واضح، اتهموها اللجنه الاولمبيه هاي فصلت في الامر انتهى الكلام. الان تقدر شوف شارع دونالد ترامب اللي هو ملياردير معروف، ايلون ماسك اللي هو اغنى رجل في العالم ولا واحد من اغنى ثلاث رجال في العالم، هذو اثنين فقط محمد تقدر تدي من عندهم تعويضات كبيره جدا، ومن حقها انا والله العظيم من هذا المنبر نوجه لها دعوه انها تشارحهم، ما تسمحش في حقها الموقف ما تسمحش في حقها الموقف الجزائر والدوله الجزائريه.